إلى جانب الحرب الإسرائيلية اللي بتشنها على قطاع غزة، الحرب على الأرض، في حرب من نوع آخر، حرب مختلفة، حرب الدعاية والتزييف وحرب إعلامية بتقودها آلة من آلات الكذب الإسرائيلي، بداية من اسم الجيش، جيش الدفاع الإسرائيلي، كأنه الجيش هو جيش للدفاع وليس جيش للعدوان والقتل والتقتيل للمدنيين في قطاع غزة. حقائق كثيرة بيتم تزييفها وبيرتكبها الجيش الإسرائيلي وبترتكبها آلة الدعاية الإسرائيلية يوم بعد يوم. مهم جدا أن نبقي عينا على ما تتناوله الصحف الإسرائيلية والقنوات الإسرائيلية. خلينا نروح بشكل متعمق أكتر لهذه القراءات مع دكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وبعد التحية خلينا نبدأ مع بعض الصحف الإسرائيلية كهارتس، وأيضا استمرار محاولات تبرير جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل، العودة لما حدث يوم 7 أكتوبر. يعني عايز أعرف من حضرتك، هل مازال وجهة النظر أو التناول ما يحدث في قطاع غزة هو من نفس الزاوية ولا تغير بعض الشيء؟ صباح الخير عليكم أستاذة جمانة، صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. أتشرف كتير جدا أن أكون معاكم، وأتشرف من الملاحظة الذكية من أستاذ محمد حوالين فكرة الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال بالأساس وليس جيش دفاع، حتى لو نص على أن اسمه جيش الدفاع الإسرائيلي. صحيح. فلا يجب أن نردد مثل هذا الكلام، وأحييك أرضا على أيضا على سؤالك أستاذ جمانة بخصوص يعني التزييف الإسرائيلي في الإعلام العبري حوالين مجريات الحرب. في الواقع إسرائيل بتتكلم في صحافتها من منظور واحد، منظور أنها لكم أن تتخيلوا أنها الضحية وليست الجلاد، وده ممكن يكون شيء مفهوم لبناء جبهة داخلية وروح معنوية تقدر تصمد وتقاتل وتبرير الجرائم، خصوصا جرائم القصف الشديد. يعني لا نكاد نرى في الصحافة الإسرائيلية مثلا صور الأطفال اللي بترتعش أو صور النزوح الجماعي للفلسطينيين أو صور القصف البشع والإجرامي على أحيانا بنرى صور الأطفال الفلسطينيين على أنها أطفال من دولة إسرائيل. ده حقيقي. بس يعني طبعا ده مفروغ منه، بس خليني اقول لك ان يلفت انتباهي في الصحافه العبريه هذا الاسبوع ان في اهتمام شديد جدا 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 بالجهود المصريه الدؤوبه للوصول الى هدنه انسانيه في القطاع. يعني خليني اقول لك ان مصر الاسبوع ده تتصدر عناوين الصحف الاسرائيليه. يعني لو شفنا صحيفه هارتس، وهي صحيفه مهمه جدا، هي صحيفه النخبه في اسرائيل ومؤثره جدا في صناعه الراي العام، وهي موجوده قدامنا وعلى الشاشه، هنلاقي المانشيت الرئيسي في صدر الصفحه الاولى بيقول مصادر مصريه تقدم في مفاوضات الهدنه مقابل الافراج عن الاسرى. الفكره ان مصر تكون هي منشط اكبر صحيفه واهم صحيفه مؤثره في اسرائيل، ويكون صدر الصفحه الاولى منقولا عن مصر وعلى لسان المصادر المصريه، وده بيقول لك ان حجم الدور المصري وحجم يعني الاستناد الى الدور الاقليمي المصري سواء من الاطراف في النزاع او حتى من الاطراف الدوليه التي ترغب في حل المساله. في تفاصيل المنشط ده هنلاقي ان الصحيفه بتتكلم حوالين ان مصر هي يعني الطرف الفاعل والذي يمكن التعويل عليه للوصول الى هدنه انسانيه لانقاذ ما يمكن انقاذه من الارواح في قطاع غزه، والوصول الى صفقه تبادل للاسرى النساء والاطفال في السجون الاسرائيليه، النساء والاطفال الفلسطينيين بالطبع، في مقابل بعض الاسرى والرهائن لدى حركه المقاومه في قطاع غزه، وبالتالي البناء عدد او عدد من جسور الثقه المتبادله اللي ممكن صحيح. من خلاله يبنى عليه عمليه ايقاف عجله الحرب. مصر في الصحافة الإسرائيلية بتحظى هذا الأسبوع باهتمام شديد في أكثر من صحيفة. في نفس الجريدة يعني كمان دكتور عبود، في هارتس شفنا تحليل عسكري تحت عنوان دقات الساعة، التحليل بيكشف عن أسباب فشل العملية العسكرية الإسرائيلية حتى الآن في قطاع غزة، الدخول البري. كلمنا أكثر عن هذا التقرير وأهم التفاصيل اللي جت فيه.
سؤال جميل، يعني في نفس الصفحه من هارت، نفس الغلاف اللي كان قدامنا على الشاشه، هنلاقي المحلل العسكري عموس هرقيل، وهذا المحلل له باع طويل جدا جدا في الشؤون العسكريه والتحليل العسكري، بيقول حاجات مهمه جدا. هو كاتب تحليل عنوانه دقات الساعه، يقصد بالعنوان ان المجتمع الدولي ساعه المجتمع الدولي بدات تدق ولن يقف مكتوف الايدي امام الاله العسكريه الاجراميه التي تضرب غزه صباحا ومساء. عموس هرقيل بيقول لنا كلام مهم جدا جدا، بيقول ان بنيامين نتنياهو لما بيطلع في المؤتمرات الصحفيه هو ويؤاف جالانت وزير الدفاع الاسرائيلي، وبيقدم صوره وكان اسرائيل تنتصر وتحقق انتصارات كبيره في قطاع غزه، هذه الصوره غير حقيقيه بالمره وفقا لعموس هرقيل وصحيفه هارتس الموجوده قدامنا على الشاشه. اهم ما يشير اليه هرقيل في هذا التحقيق ان المخابرات العسكريه الاسرائيليه فشلت في توقع حجم الانفاق وقدراتها، وإن الواقع على الأرض بيقول إن حركة المقاومة في غزة قادرة يعني تتحصن في الأنفاق وتستطيع أن تستمر على هذا الوضع عدة شهور. لكن كمان بيلفت انتباهنا في هذا التحقيق أو التقرير العسكري إن العمليات العسكرية الإسرائيلية حسب هذا الوصف هم بيحاصروا مدينة غزة من الجنوب والغرب ولا يتقدمون أكثر داخل المباني خوفا من الوقوع في مصيدة حرب العصابات التي ترتب لها حركة حماس، وبالتالي هو بيحاول طول الوقت يقلل خسائره العسكرية ويحاصر ويناور لكن لا يدخل إلى القطاع. وبيقولوا كمان إن يمكن تكون حماس قللت إطلاق الصواريخ على قطاع غزة على المستوطنات وعلى المدن الإسرائيلية في اليومين اللي فاتوا، بحيث إنها تستطيع استخدام هذه الصواريخ كلما احتدمت المعركة لمدة أطول. ويقولوا كمان مسألة مهمة جدا جدا في هذا التحليل، إن التكتيك بتاع حركة حماس هو عدم دخول مواجهة مباشرة عسكرية كأن جيشين نظاميين بيواجهوا بعض، هي بتعتمد على إنها تعمل عمليات نوعية من المسافة صفر، يفجر دبابة، يحط قنبلة على آلية عسكرية، لكن من خلال مجموعات صغيرة جدا مدربة تعمل العملية بنظام الكر والفر ثم ترجع إلى مواقعها. وبالتالي عموس هرقيل بيختم تحليله العسكري بإن مستقبل قطاع غزة ما زال غامضا، وإن بنيامين نتنياهو لم يستطع هو أو حكومته أو حتى الثينك تانكس في إسرائيل إنها تحدد إيه اللي هيحصل في اليوم التالي في القطاع. بالحديث عن بنيامين نتنياهو يا دكتور عبود ودني المقاطعة، يعني ماذا تقول الصحافة الإسرائيلية أو الإعلام الإسرائيلي؟ كيف ترى شعبية نتنياهو طبقا لهذه التقارير؟ وأيضا ماذا عن منافسة بينه وبين بيني جانس؟ في الواقع يعني الصحافة الإسرائيلية والشارع الإسرائيلي بيتحدث على بنيامين نتنياهو باعتباره رئيس وزراء من الماضي، بمعنى ان الفشل الذريع في عملية طوفان الأقصى من يوم 7 أكتوبر ثم الفشل في مواجهة حركة حماس ثم تبين واتضاح الفشل في قراءة قوة المقاومة الفلسطينية وقدرتها على الصمود ثم الفشل في تهجير سكان المستوطنات إلى شمال إسرائيل وعدم وجود أماكن تقويهم وتكفيهم وكذا، فشل متراكم، والفشل في موضوع الأسرى بالضرورة، كل هذا الفشل يدفع الشارع الإسرائيلي إلى مظاهرات كما نرى في الأيام الماضية تطالب بإسقاط نتنياهو حتى لو كان وقت الحرب. أمامي غلاف صحيفة معاريف، هتلاقي وزير العمل ده عضو في حكومة بنيامين نتنياهو ومن الأحزاب الدينية المتحالفة معاه، بيقول إن لازم تتم الانتخابات فورا بعد انتهاء الحرب، لأن كل مسؤول فشل يجب أن يدفع الثمن. لو رحنا مع حضرتك عشان الوقت سريعا، انا اسف مقاطعه حضرتك، لو رحنا ليدعوت احرنوت في تقرير مهم جدا او تحقيق كمان عن العالم السفلي، بيتحدث هذا التقرير او هذا التحقيق عن عالم الانفاق، عن غزه الاخرى او مدينه غزه تحت الارض، وفي كمان معلومات مهمه في يدعوت احرنوت. مظبوط، هو الحقيقه ان الانفاق كانت مفاجاه هذه الحرب الكبرى، بمعنى ان كل العالم يدري او يعرف ان غزه مليئه بالانفاق، لكن هذه الحرب كشفت على حسب التحقيق في العدد الاسبوعي من يدعوت احرنوت ان لدينا مدينه بالكامل تحت
الأرض، يقول رئيس الموساد السابق دانيا توم إن هذه المدينة المتشعبة والعنقودية تصل إلى حوالي 500 كيلو متر تحت الأرض. هذه الأنفاق لا يعرف من في شمال القطاع ماذا يحدث في وسط القطاع أو جنوبه، وهذه الأنفاق لها فتحات يستطيع مقاتلو المقاومة الخروج وممارسة عمليات عسكرية ثم العودة مرة أخرى. هذه الأنفاق بها مؤن لوجستية تكفي حركة حماس لمواصلة الحرب عدة أشهر، وبالتالي هم كل المحللين العسكريين الذين تم سؤالهم في هذا التحقيق يحذرون من الدخول في حرب وسط هذه الأنفاق، لأن الفاتورة التي ستتكلفها إسرائيل من دماء جنودها ستكون كبيرة، وبالتالي إذا لم تستطع إسرائيل القضاء على هذه الأنفاق فالحرب فشلت، وبنيامين نتنياهو فشل، وأجهزة المعلومات والأجهزة العسكرية في فشل مستمر، ويبدو أن غزة على هذا النحو ستخرج من هذه المسألة جريحة لكنها ليست مهزومة. والله يعني دكتور محمد طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، وكان نفسي أشكر أسأل حضرتك عن تقرير غريب جدا، يعني تقرير عبثي، ويعني أنا مش عارفة ممكن نوصفه بإيه، تقرير عن فوائد الحرب في إنقاص الوزن في الصحف الإسرائيلية، وتقرير آخر بيتكلم عن نيت إسرائيل لاستعانة ب 8000 مزارع من الضفة بعد هروب مزارعين من تلاندا بسبب الحرب. يعني لا تعليق، أكيد لينا لقاءات أخرى دكتور محمد عبود عشان نتكلم أكتر عن ما تكتبه أو ما تراه الصحافة الإسرائيلية عما يدور في قطاع غزة. بشكرك جزيل الشكر دكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك. صباح الخير على حضرتك، وشكرا على هذه القراءة الوفية.